وفي قبضوا على الراجل اللي تيتك بتشتغل عنده. الراجل الطيب الكبارة ده؟ ايوه طلع تاجر مخدرات؟ تاجر مخدرات انت كمان، بيقولك في التلفزيون حاجة كده غير مشروع. ده مشروع اسمها كسب غير المشروع. مستر ايه في السكشن؟ مستر تاني في السكشن. يا ابني اسمه دكتور. والراجل ده ما ينفعش نعمل معاه اي واجب يعني؟ ايوه المفروض. لا ما تقلقوش، ما يتتك قايمة معاه بالواجب وزيادة. فين الفطار؟ يعني ايه؟ ايه اللي بيضحك؟ بقول لكم فين الفطار؟ يا ابني ما انت لسه فطران، انت بتنسى يا يحيى. يا ست انا بفطر مرتين، خليكي في الشقلمالية اللي انت فيها دي. وانت خليكي في الكيبنج. ما تشتغلي كيبنج وانت بتعملي فطور. افندم. اتفضل يا دكتور عماد. مساء الخير. مساء النور. الحمد لله حالته بتتحسن. الحمد لله. انت تعبت معانا قوي. متهيألي المفروض تروح تستريح. كده كده هنسيبه يستريح. صباح خدي شمس خليها تاكل حاجه، دي ما اكلتش حاجه من الصبح. كل ايه بس؟ مش هتقدري تباتي معاه الا اذا كنت واكله كويس. دكتور عماد عنده حق، لازم تاكلي حاجه ولو حتى خفيفه عشان تقدري تكملي. يلا يلا شمس. يلا حبيبتي. دكتور طمنك اهو. يلا يا جماعة كل حاجة هتمشي زي ما هي. المنع من السفر أو الاستدعاء للنيابة دي إجراءات احترازية مش أكتر. لكن طالما مفيش تجميد أرصدة ولا حجز على ممتلكات يبقى نسيب كل حاجة تمشي زي ما هي. بس اللي الناس بتقوله إن نقل كل أرصدته من البنك. يا جماعة الشيء اللي أنا عايزكم تعرفوه كويس قوي إن إحنا لازم نبقى موجودين في الصورة وبوضوح تام. بدل ما نضيع وقتنا في الكلام ده خلينا ندعي النور بيه إن ربنا يقومه بالسلامة. شهادة لله يا جماعة نور بيه طول عمر تعاملاته كلها من فوق الترابيزة، بس هي شوطة وماشية في البلد بتاخد العاطل على الباطل. إن شاء الله كل ده هيعدي على خير. يلا يلا خلينا نكمل شغلنا. برضو ما أكلتيش يا شمس؟ أعمل لك حاجة تشربيها يا بنتي. مش قادرة خالص. ما ينفعش يا حبيبتي، لازم تاكلي حاجة عشان تقدري تواصلي. وتتوالى فضائح الدماغ. كلي عشان خاطري. ثانية واحدة. النهارده صدر قرار من النائب العام بمنع رجل الأعمال نور الدين فرحات من السفر. نور الدين فرحات رجل الخير اللي معروف في المجتمع المصري متهم باستغلال النفوذ. بعد ما كان قدام الناس هو رجل الخير والبر يعني لحمة في العيد وموائد الرحمن، النهاردة يتهم باستغلال النفوذ عن طريق أحد الوزراء من أيام العصر الحالي. اتنبح صوتنا ونادينا كتير وقلنا 100,000 مرة عايزين تشوفوا الفساد جاي منين، دوروا ورا رجال الأعمال. إن شاء الله هيقوم بالسلامة وكل حاجة تروح. تفتكري بكل حاجة تحصل؟ لا 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 مفيش حاجة، ما تخافيش يا حبيبتي ما تخافيش.
في ايه يا شمس؟ ما تقلقيش خالص، ان شاء الله بكره الصبح هنعدي مرحله الخطر. هيفوق امتى؟ انت تقدري تكلمي دلوقتي، هيسمعك، بالعكس صوتك هيساعده انه يفوق اسرع. انا هستنى تحت ورشا تبقى قريبه منك، لو احتجتي اي حاجه اندحي عليا. يلا يا رشا. بيقولوا إن الطفل وهو في بطنه بيخاف يطلع للدنيا، لأنها بالنسبة له مكان مجهول، ولما بيجي فيها بيتلهي فيها ويتعلق بيها ويخاف يخرج منها، لأنه هيبقى رايح مكان مجهول، مع إن ممكن المكان ده يبقى أحسن من اللي هو فيه. أنت لابس كده ورايح على فين؟ أنا ماليش في قعدة السراير بتاعت العواجيز دي، أنا هخرج. تخرج تروح فين؟ الدكاترة مانعينك والنيابة. أنا مالي ومال الدكاترة والنيابة، ما حدش يقدر يمنعني إنه أمشي. أنا ماشي. با 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 با, با. با.